ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ومتجدد مع برنامج طبيب الناس، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء دائما أحد أهم أقطاب العلاج بالنباتات الطبية في مصر والعالم العربي، وأول أخصائي للنباتات الطبية في مصر، وعضو المجلس الأمريكي للعلاج بالنباتات الطبية، وعضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل الطبية، اللي بيشرف معايا النهاردة الدكتور أحمد أبو النصر. برحب بك يا دكتور في هذا اللقاء. ازيك يا محمد؟ الحمد لله السلام. لما يحصل لك صعوبة في المشي وعدم القدرة على الحركة، طبعا عشان تتجنب هذا الألم والإنزعاج أنت بتكون عندك خشونة المفاصل. خشونة المفاصل اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة، واتكلمنا على طرق طبيعية وأدوية ربانية موجودة في حياتنا، يعني اتكلمنا عن الزنجبيل وقلنا هنشربه يوميا، اتكلمنا على الكركمين، اتكلمنا عن فيتامين د اللي بناخده ببلاش من الشمس، واتكلمنا على كمان القرفس والجينكو. اللي ما حضرش معانا الحلقة السابقة هيقدر النهاردة يتعرف معانا على الجديد في علاج خشونة المفاصل باستخدام أدوية طبيعية. أهلا بك يا دكتور في هذا اللقاء مرة تانية، ونبدأ مع بعض من آخر الحلقة اللي فاتت. اتكلمنا عن النقرس، واتكلمنا عن هشاشة العظام ودورها في حدوث هذه المشكلة وهي خشونة المفاصل. توضح للسادة المشاهدين هذا الربط ما بين مشاكل العظام وما بين يعني ما يحدث للغضروف اللي هو الفاصل، وكل هذه الأمور لكي نصل إلى علاج سليم وشفاء تام إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أفكرك بشوية إحصائيات اللي احنا عندنا. على الأقل 10% من الشعب المصري اللي هو تعداده دلوقتي حوالي 100 مليون بيعانوا من آلام المفاصل. يعني احنا بنتكلم، احنا عندنا في مصر 10 مليون مريض بيعانوا من خشونة، بيعانوا من انزلاقات في الفقرات العنقية، بيعانوا من انزلاقات في الفقرات القطنية. فانت عندك عدد هائل جدا من المرضى بيكون عندهم مشاكل مرتبطة بالمفاصل ومشاكل مرتبطة بالعظم. المشاكل دي كمان بتتعاظم في الشتاء. واحنا امبارح في حلقه امبارح شرحنا ليه بالذات الشتاء مشاكل المفاصل بتتعاظم فيه، عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه هي نقص التعرض للشمس. احنا كلنا عندنا بالفعل نقص في فيتامين د بسبب قله التعرض للشمس. احنا اتفقنا التعرض للشمس ليه قواعد لازم اللي احنا نعرفها، اللي احنا لازم على الاقل خالص يكون دراعنا جزء كبير جدا مكشوف. حتى لو انا ست بيت ممكن اتعرض للشمس في البيت، ولكن ممكن اقعد تحت الشباك واعرض ايدي ورجلي للشمس. ولكن في نقطه مهمه جدا جدا جدا، دراسه بتتكلم عن نقطه مهمه خالص، ان انا ما ينفعش ان انا حتى لو انا ست بيت واتعرض للشمس في البيت تحت الشباك زي ما احنا قلنا، ان انا اكون قافله الازاز. يعني لازم تعرض مباشر. بالظبط. هو الازاز هيعمل انعكاس. 95% من الفايده بتاعت اشعه الشمس بتروح تبقى للدراسات لو انت قافل الازاز. 95%، يعني بتاخد 5% وانت كمان بتاخد وقت قليل. ما برغم ان انا بحس بالشمس، يعني بحس بتحس بيها زي تحس زي ما تحس، المهم اللي انت تاخدها يعني منك ليها على طول كده. لازم مباشر. في ناس كتير ما تعرفش اهميه الموجات بتاعت اشعه الشمس للدم. يعني هي الناس متخيله، بص يا استاذ محمد، في حاجه مهمه جدا الناس ما تعرفهاش. الناس متخيله ان الجلد ده يعني حاجة مادة صلبة غير منفذة لأشعة الشمس. لا، الجلد ده حضرتك منفذ لأشعة الشمس. الجلد ده مراية، بمعنى من ضمن استخدامات أشعة الشمس هي تطهير الدم. يعني الدم ماشي في مواسير اللي هي الشرايين والأوردة تحت الجلد، الشمس بتنزل بتقتل البكتيريا اللي في الدم، بتطهر الدم. زي ما انت بتاخد البطانية بتاعتك كده وبتحمصها في الشمس عشان خاطر اللي انت تقتل منها الميكروبس وتنظفها وتخليها اللي هي تحس كده اللي هي جميلة في النوم. نفس القصة، جلدك ودمك بيحتاج أشعة الشمس عشان هو كمان يطهر الميكروبس دي.
فدي حاجه مهمه جدا يعني جدا. حمامات الشات الشمس دي ضروريه اللي احنا بتحصل على الشواطئ احيانا، ضروريه بوقت تحت السيطره، لانها لو زادت عن حدها بتعمل مشاكل، بتعمل تجاعيد، ممكن لا قدر الله الشخص لو تعرض للشمس لوقت طويل جدا ممكن يحصل له موضوع سرطان الجلد. لكن احنا بنقول التعرض اللي ما يقلش في اليوم عن 20 ل 30 دقيقه في اليوم، ده الحد الادنى اللي انت لازم تاخده من الشمس يوميا، خاصه الفيتامين د، ده هرمون، وده قصه هنعمل له حلقه لوحده، يا رب بس نعرف نخلصها في الحلقه دي. تمام. ده موضوع طويل جدا موضوع فيتامين د. تمام. طيب اول ما بتحصل لك الم في المفاصل بتروح للدكتور، الدكتور بيقوم يحصل يكتب لك الايه، يكتب لك المسكنات. تعالى نشوف بقى نقطه مهمه جدا في المسكنات. بص يا سيدي، احنا في عندنا حوالين المفصل كده في كيس، الكيس ده جراب اسمه الغشاء الصينوفي. الغشاء الصينوفي. الصينوفي ده بينتج الميه، المكونات دي حضرتك في ميه مش ناشفه كده زي ما انت شايف، يعني مش بالمنظر ده. في ميه زي اكرة زيت. الباب لما بنحط لها زيت عشان زيت. تتحرك في ميه. مين اللي بينتج الغشاء الصينوفي؟ طيب اول ما انت بتاخد مسكن صحيح الالم بيقف؟ طبعا صح. بس ايه اللي بيحصل؟ الركبه بتنشف. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لو خدت مسكنات، هيجي لي خشونه تاني. المسكنات تسبب الخشونه والالم يروح وقتي ويرجع. أيوة. تاني. ايوه انت عارف انت عملت ايه؟ انت ماشي بعربيه كاوتشاتها مخرمه، فرحت بتاع كاوتش فدك حاجه كده ايه، مسكنه للكاوتش بس ما عالجهاش. شويه الخرم عمال بيوسع. فرحت بتاع كاوتش تاني سكنها لك برضه، او نفخها شويه شويه الكاوتش برضه الخرم عمال بيوسع، لغايه في الاخر من الكاوتشه نام على الارض. لا بقى واحد خلاص. فرقعت. لا روحت خالص، باظت خالص. الحمد لله كلمه شيعت. شيعت. ايوه مش عاوز اقولها يعني. فنفس القصه. انا عندي غشاء الصينوفي بينتج سائل زلالي، السائل الزلالي ده وظيفته ايه؟ اللي هو يلين المكونات بتاعه المفصل. تمام كده؟ انا مع الوقت عمال باخد مسكنات، فقمت نشفت المفصل، كل شويه بنشف المفصل، بنشف المفصل. طيب. نشف المفصل ضاع. اذا انت عندك لو انا نشفت المفصل ده ضاع. طيب في حاجات تانية بتنشف المفصل؟ طبعا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. طب معلش يا دكتور، ما هو دلوقتي الدكتور مضطر، انا رايح بصوت من الالم والانزعاج والتوتر ومش قادر اعيش، فهو بيضطر يديني المسكن. شوف فرق بين اللي انا هاخد مسكنات لوقت محدد ومعلوم واللي انا اعمل الحركة اللي بيعملها المصريين. يعني مش معنى ان انا ممكن اخد مسكنات لمده يومين او ثلاث ايام او حتى ايفن اسبوع ورا بعضه، اسبوع سبعة ايام، في حين ان الناس ما بيعملوش كده خالص. يا استاذ محمد انا اللي اقول لك بقى، والله العظيم انا بيجي لي مرضى بيجددوا الرشدة بتاعه العظم بالشهر والشهرين والثلاثه والاربعه، ولابست الاندوسيت دي يعني يومين، تقول لك الست تقول لك ايه، تسمع الكلام بتاع المرضى تحزن. الست تقول لك انا ما بعرفش انام يومين غير ما اخد اللابوسه بتاعه الاندوسيت. انا ما اعرفش مسكن. طبعا هم بياخدوا لبوس الاندوسيت لعده اسباب، يعني اصل انت ما تقدرش ان انت تاخد المسكنات حقن كل يوم، مستحيل يعني. ليه؟ المسكنات الحقن بتعمل حرقان ابن لذينه في العضله، ولو خدتها كبسولات بتتعب المعده. بالظبط، ولو خدتها بتولع في المعده، بتولع في المعده. فالناس يا عيني بيستسهلوا اللبوسه، لان اللبوسه يعني بالنسبه لهم مش مزعجه زي الحقن ومش مزعجه زي القراص. صحيح. وطبعا ده مصيبه، يعني انت حضرتك انت بتبوظ المفصل بزياده، انت بتبوظ المفصل بزياده. طيب هل في بقى اضرار للمسكنات لو انا استخدمتها لفتره طويله؟ طبعا هذا الكلام احنا ما بنتكلمش على الواحد قلنا عنده صداع بياخد حبيت ريفو مثلا، ده موضوع تاني، او حبيت اسبرين. انا بتكلم على الواحد اللي ماشي بسم الله ما شاء الله، الشريط ورا الشريط، الشريط ورا الشريط. اول حاجه، مش احنا قلنا ان لما انت بتاخد مسكنات المفصل بينشف؟ حلو. المسكنات بتعمل كده في بقيه الاعضاء. يعني الضرر مش على مكان واحد، بتنشف بقيه الاعضاء، الجسم كله بتنشف المعده. فما تنشف المعده تعمل فيها قرحه. ايه ده؟ لا هي القرحه دي بسبب نشف المعده. والله القرح، المعده بتنتج من ضمن الحاجات اللي بتنتجها هرمون اسمه هرمون البروستاجلاندين،
هذا الهرمون وظيفته اللي هو يبني جدار المعده. الله. فما انت بتاخد مسكن بتنشف المعده، ما عادش البروستاجلاندين بيطلع، ما عادش الغشاء المخاطي ده بيطلع اللي بيحمي المعده وجدارها، فبالتالي المعده بيحصل فيها قرحه. بتضرب الكلى في مقتل، وده بقى اخطر حاجه. ليه؟ ده الكلى دي هي الشيء من الحاجات الاساسيه اللي محافظه على صحه العظم. ايه؟ ايه علاقه الكلى بالعظم؟ ايه ده؟ لو انت ما تعرفش ان فيتامين د اللي انت بتاخده من الشمس عشان يتنشط محتاج الكليتين؟ يعني هو انت متخيل انت بعد ما انت بتقف في فيتامين د كده في الشمس وبتاخد فيتامين د كده خلاص الموضوع انتهى؟ لا والله ما حصل، محدش قال كده خالص. بعد ما انت بتقف في الشمس واشعه الشمس بتحول فيتامين، بتحول الكوليسترول اللي تحت الجلد، الدهون اللي تحت الجلد اللي هي الكوليسترول لفيتامين د، تمام كده؟ فيتامين د ده بيروح الكبد بيتحول، وبعدين بيروح الكلى بيتحول، وبعد ما بيعدي على الكبد والكلى الجسم بيستخدمه. معنى كده ان انا لو عندي ضعف في الكلى، معنى كده ان انا لو ضعفت الكلى حتى لو وقفت في الشمس بوظت اللي عملته. طب من اول حاجه بتضعف في الكلى ايه؟ المسكنات. لو انا استخدمت المسكن وبتيجي، ما تستهونش بالكلام ده يا محمد، والله 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 بنشوف مرضى بالهبل، سواء كان عندهم جالهم فشل كلوي من المسكنات فعلا، او كان عندهم استعداد للفشل الكلوي وما خدوا مسكنات دخلوا في الفشل الكلوي. عشان في تقرير مهم وهنسال مجرب ونشوف ايه اللي حصل لحاله من الحالات اللي كانت عند الدكتور احمد ابو النصر، ونتعرف على كيفيه العلاج، وطبعا اكيد النصايح اللي بنقولها ديت يا ريت ورقه وقلم ونكتب ورا الدكتور احمد، لان فعلا كل كلمه بتتقال مهمه جدا ومفيده جدا للمرضى. انتظرونا بنشوف التقرير ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم. ربنا يشفي كل مريض، يشفي كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقه انا ربنا من عليا مرض كده في القلب، ركبت دعامه، وبعد الدعامه الحمد لله رب العالمين حسيت بألم شديد في رجلي، جالي فجأة وأنا ماشي في الشارع، خلاني ما أقدرش أحط رجلي على الأرض. وبعد مشوار كبير مع الدكاترة اللي قال لي ده تمزق في الأربطة، وخدت علاج شوية بقى، وصلت للدكتور استشاري قال لي لا ده خشونة. بدأت أخد الخشونة، العلاج بتاع الخشونة، الدورفين وحاجات تانية مسكنات، وقال لك الخشونة دي ملهاش علاج إلا الإيه مسكنات دي. لحد ما شفت الدكتور احمد ابو النصر في التلفزيون في القناه، ولقيته بيتكلم عن النباتات الطبيه والعلاج بالنباتات الطبيه، والفرق بين العلاج بالنباتات الطبيه وغيرها من العلاج او الاعشاب. بدات اسمعه، لقيت كلامه فيه صدق، فيه صراحه، فيه صراحه فيها يعني صدق لأبعد الحدود، ومتابعتي معاه تقريبا كل يوم سمعته يتكلم عن إن البنجر بيعالج البريء، وأنا كنت باخد علاج للمريء، لأن باخد علاج القلب، علاج السكر، علاج الضغط، بعدين بطني وجعتني جدا من كتر العلاجات، فرحت كشفت أقول أنت عندك القولون، بقيت مستغرب قولون إيه. المهم المستقبل يعني بقيت ماشي كان واحد ماشي في الشارع والكلاب تناولت له من كل ناحيه، سكر، قلب، ضغط، خشونه، حاجات كده اتكلبت عليا بطريقه فظيعه الشكل. ف لما سمعت الدكتور احمد اتكلم عن النباتات الطبيه وعلاجها، فبدات اتابعه، فسمعته في يوم من الايام بيتكلم عن البنجر اللي ده علاج للمريء. انا كنت باخد علاج علاج القولون كان عبارة عن جمرات نار تنزل بطني بتولع بطني، خدت واحدة، خدت التانية، خدت التالتة، قلت لا مش واخد، وقفت العلاج كله. وبدأت أخد البنجر ده الدكتور أحمد اتكلم عنه، لقيت نفسي فقت ورقت، والألم اللي كان بيجيلي والترجيع المريء وألم المريء والترجيع بتاع المريء ده انتهى تماما. فقلت لابد ان انا اتصل بيه، ورحت بعد 3 شهور منتظر طبعا ان انا اروح للدكتور احمد،
فبصراحة الحمد لله يا رب، لك الحمد والشكر، لك ألف حمد وشكر يا رب. رحت واداني علاج اللي كان بيقول عليه سم النحل إبر. وأول ما خدت العلاج كان معايا زوجتي، خدنا العلاج، مجرد ما خدنا الحقن وجينا نازلين من العيادة بقول لها أنت حاسة بإيه؟ أنا حاسة إن زي ما كل رجليها خفت من أول حقنة. أول حقنة خدتها في رجليا اليمين والشمال أنا حاسة بتأثير في رجليا. قالت لي وأنا كمان. فنزلنا مشينا شارع طويل، هي بتقدرش تمشي، بتسند عليا ولا ما اقدرش امشي على رجلي، الم شديد الخشونه. فقدرنا نمشي، بدأنا ناخد العلاج، الحمد لله بقى في تحسن. هي بتمشي معايا في الشقه دايما بتعرج ودايما مايله على جنب ودايما طول الليل تشتكي، دايما طول الليل تتألم وتتوجع بالليل وبالنهار، الم شديد لان عندها الخشونه بقى لها أكتر من 20 سنة. فأول ما خدنا العلاج أسبوع حسينا بتغيير خالص، حتى أنا حسيت بتغيير عليها، ما بقتش تمشي في الشقة تعرق زي الأول. فبقيت أقول لها إيه الأخبار؟ العلاج ده عامل إيه؟ تقولي الحمد لله أنا حاسة بتحسن، بس تحسن بسيط. أقول لها طب الحمد لله، كل ما أشوفها ماشية يعني شبه سليمة ما بتعرقش زي الاول، قال لها ايه الاخبار؟ تقول الحمد لله انا حاسه بتحسن. طب جميل الحمد لله. وتسالني انت ايه؟ اقول لها الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الا ان هي جسمها بدا يملى ميه تقريبا من العلاج، املاح او حاجات بتنزل من الجسم عشان تفوق الجسم بقى، كل الحاجات اللي في الجسم دي والاملاح اللي في الجسم وفي المفاصل وكل مفاصل الجسم بدات تنزل تريح الجسم، بدات تنزل في رجليها وكده. فبقت تشتكي، قلت لها ده مش مرض، ده مجرد عرض. احنا رحنا للدكتور عشان حاجه، الخشونه اللي هو المرض الاصل الخشونه، اما جسمك بقى فيه ميه او رجليك بقت فيه املاح وكده ده شيء بسيط. قلنا طب خلاص كفايه، ما كملناش والله. انا الحقيقه والله ما كملنا العلاج شهر، كملنا حوالي 20 يوم. وده بسببها قعدت تقول لي لا ده صعب عليا، ده شديد عليا، ده انا تعبت قوي منه. المهم خدنا العلاج تقريبا كده بتاع 20 يوم 22 يوم اقصى حاجه. وقلنا خلاص بقى نروح نعمل اشاعه، نتوكل على الله نعمل اشاعه ونشوف ايه يعني ايه النتيجه ان شاء الله. فروحنا للدكتور بره عشان نعمل اشاعه، ورحنا للدكتور استشاري عظم ان هو يشوف الحاله بتاعتنا ايه الاخبار، وصلت لحد فين. يعني احنا حاسين بتحسن بس احنا ما نعرفش، يعني عايزين بقى نعمل اشاعه ونشوف، وناخد الاشاعه دي نرجعها نوديها للدكتور احمد زي ما قال، خد العلاج شهر واعمل لي اشاعه وتعالى. احنا خدنا علاج ما فيش 20 يوم وعملنا، الحقيقه وقفنا العلاج. وهي السبب يعني قالت لي انا مش هقدر، رجليا بقى فيها املاح ومش قادر اقف على رجلي ومش عارف ايه من الاملاح. فروحنا للدكتور وقالت له برضه الحكايه دي، قال لها دي حاجه بسيطه، انا هديك علاج ليها وكل الاملاح اللي في رجلك دي تنزل. بس ايه الاخبار؟ قالت له لا انا كويسه الحمد لله. ايه الاخبار شيخ احمد؟ قلت له الحمد لله واحنا عملنا الاشاعه والاشاعه اهي. انا ما قلتلوش انا بصراحه رحت، انا يعني انا عملت اشاعه وخلاص، لكن الحقيقه لما رحت للدكتور الاستشاري والله الدكتور قال لي انت رجليك شاب عنده 30 سنه، انت رجليك اليمين دي فيها خشونه حاجه بسيطه جدا، والشمال فيها خشونه باينه بس برضه ايه يعني مش جامده، حاجه بسيطه. يعني عندك الركبتين سلام بسم الله ما شاء الله. فشاف الاشاعه بتاعت زوجتي قال لا انت عندك واحده رجلك فيها يعني العظمه مهريه خالص اللي تقريبا الشمال، واليمين كويسه. فطبعا زعلت، فعندك الخشونه؟ قالت له انا عندي الخشونه بقى لي 20 سنه. طيب عندك خشونه بقى لها 20 سنه، تاخدي علاج 20 يوم هتبقي سليمه 100%؟ لا، لابد ان العلاج اصلا اللي انا اعرفه الكورس من 3 شهور 6 شهور، احنا ما خدناش شهر والله ما كملنا شهر. فالحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا بدكتور احمد، ربنا يبارك فيه، يبارك في والديه، يا رب يبارك في المجموعه كلها اللي معاه، ويكسب من امثاله يا رب بحاجه النبي يا رب، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته ويكفي شر المرض، هو وكل الاطباء اللي زيه اللي عندهم ضمير وبيخدموا الناس. فبارك الله فيه في امثاله.
ومشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء بشكر باسمكم الدكتور احمد ابو النصر الخبير بالنباتات الطبيه واول اخصائي للعلاج بالنباتات الطبيه في مصر، عضو الجمعيه الامريكيه للعلاج بمنتجات النحل الطبيه، شكرا جزيلا لك. كما اشكركم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه من برنامج طبيب الناس، حتى القاكم في حلقه قادمه، كان معكم محمد عبده، يترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك، يشاركك بالشفاء فرحك، سلامتك.